هل اسرائيل غيرت استراتيجية؟ كان زمان اسرائيل تقول لنا ايه، قص العشب، لو كل ما يطلع شوية شباب كده فتاة تروح قطعهم بس تسيب الجذور. دلوقتي لا، هي وصلت لمرحلة انها بتقطع رؤوس القيادات. وبعدين نتنياهو قال عبارة انا عايز احرك تقعد قدامها، اللي هي بيقول فيها احنا هنغير الشرق الاوسط، ده كده ناوي يقتلع جذور الاعشاب. وبالتالي النهارده في كلامه في الامم المتحده يقول بصراحه، لو ايران عايزه تحارب هنحارب، لو حزب الله ما استسلمش احنا هنجبره على الاستسلام، لو حماس الى اخره. هو بيتكلم بلغه الواث، مش انا عايز اقول المغرور، مش بس الواثق. في جديد في استراتيجيه نتنياهو مقارنه بكل السابقه ليس اللواء؟ من اهم الاسئله في رايي لماذا؟ دعنا نعود للناحيه العلميه. اتفضل. الاستراتيجية ترتبط بالهدف الاستراتيجي. واضح أن الهدف الاستراتيجي له مستجد جذري، مستجد جذري حقيقي راديكال فعلا. ما هو؟ ليس فقط أمن إسرائيل كما هو اعتدنا. تفتكر حضرتك كان دايما نقول إسرائيل لا تقبل دفع الثمن، سواء من اقتصادها أو من أرواحها أولا، من اقتصادها، من أمنها القومي، ما إلى ذلك. أهم متغير هو الهدف الاستراتيجي الحالي. دعني أقول لحضرتك الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي الحالي في سطر واحد، وهو مختلف عما كنا نتدرجه سويا منذ عام كامل، وهو تغيير التوازن الأمني والتوازن في القوة. ليس ضبطه، ليس خلق التوازن، تغييره، كسر قاعدة التوازن السابقة. بمعنى أي دولة عندما تقارن قدرتها بما بالدول المحيطة، مستوى الإقليم على المستوى العالمي، أو بالتهديدات خاصة تلك النوعية من الأكسيس أو المحاور، نجد الآتي، بيكون المقارنة في القدرات. فهنا في تغيير في التوازن الأمني وتغيير في توازن القوى. بمعنى كان المفترض أن لدي حزب الله السلطة الفلسطينية، مش السلطة الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية في الأساس. الحوثيين بعيدين نسبيا ولكنه أصبح تهديد لسبب معين. كان المفروض في شيء من التوازن، لا، هذا التوازن لن يكون موجود لا أمنيا، وليس فقط تبع النون ستيت اكتورز، اتكلم مع الدول المحيطه. القاعده الامريكيه ان يكون هناك توازن اقليمي، نتنياهو الان يكسر هذه القاعده. التغير في توازن الامني او التوازن في القوى، يعني مع ايران ومع ازرعها ومع كل من.